bullshit, be bullshit, be bullshit, be bullshit. ماتش اللي هو بتاع 4-2 بتاع افريقيا، وفي ماتش 2007 بتاع الكاس اللي هو بتاع اللي هو 4-3 ده. يعني كانوا عايشين الوهم ان هم يكسبوا، بس جه سامح حسني يعني خلاص خلص الدنيا. مباراه في كاس مصر، نهائي كاس مصر، كانت 4-3 للنادي الاهلي. كان اسامه حسني تالق فيها، جاب جونين. مباراة 6-1 و4-2 دول أهم مباراتين يعني بين الأهلي والزمالك، ومباراتين ما تنسوش خالص. مضغوط على بلال، أوبا، والهدف الثالث، والهدف الثالث. 6-1 الأهلي الزمالك. وماشي خالد بيمو، وماشي خالد أرضية، وفاروق وبيمو، والهدف الثالث. يخرب عليك يا راجل. 4-3 للأهلي، نهائي كأس مصر. أسامة حسني طبعا، وأبو تريكة الجون الثاني. ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه.